الواثق الصادق، هل لديك بطاقة خاصة تمنحها هذا الموسم أم لا؟ طبعا لدي بطاقة، لأنه نظام التحكيم يمكن معقد نوعا ما، التوزع النسب، أنت بتشوف أنه في أفلام كان ممكن تكون لها حظ أفضل لو كان التحكيم بشكل مختلف، لذلك قررت أني أصحب أحد الأفلام اللي أنا كنت معجب فيه بالحلقات الأولى إلى الحلقة الأخيرة. بماذا تميز هذا الفيلم حتى تعطيه هذه البطاقة الخاصة؟ هذا الفيلم أول شيء تميز بأنه هو فيلم حاول أنه يجسد أفلام الرعب، وهذا شيء جديد عندنا في الفن الهادف عموماً، هذا النوع من أفلام اللي ناس عادة تنفر منها يعني، ويمكن محتاجة حتى تكييف شرعي الله أعلم يعني، لكن هذه فيها جرأة. الشيء الثاني أنه هو من الكويت، وأنا لي محبة ومعزة للكويت، العنصرية يعني عنصرية، وأحس أنهم فنانين يعني بشكل استثنائي، وأحب الفنون اللي يقدمونها، وهم طبعا لهم ريادة في كثير من الفنون يعني. صحيح. الشيء الثالث أنه هذا الفيلم كان فيه إبداع بصري كبير، وجسد قيمة معنوية بشكل مادي. أيوة. وهذا من أصعب الأمور، أنك أنت مثلا الآن زي فكرة الموت كيف تقربها للناس، ما في أحد مات ونجا من الموت وجاء حكى للناس كيف يكون الموت، فحتى هذه تحتاج تحرير شرعي. لكن على كل حال موضوع التجسيد المعنوي بشكل مادي هذه من الأشياء الصعبة، وتحتاج فعلا مخرج واثق من أدواته حتى يستطيع أنه يقرب الفكرة للناس. طيب أنا أشوف الواثق إيه، فمن ناحية الثقة كذلك أنا منحاز له. وهذا الفيلم هو فيلم شيطان. شيطان، مبروك. طبعا نسينا نقول اعوذ بالله يعني. مبروك لفيلم شيطان، عاده انا اقول اسم الفيلم على طول لفيلم الشيطان. اعوذ بالله، ولعله يكون باذن الله يعني عونا لنا على تكرار الاستعاذه من هذا الكائن البغيض، خصوصا في مثل هذه الايام التي نستقبل فيها شهر رمضان وتكبل فيها الشياطين.